وده شنو ده؟ يقول شنو ده؟ في مجلد الأحد الصادرة في 4 يناير سنة 1952. الكلام ده جددوه الأسبوع ده وقالوا إن السويس حدث فيها في ذلك التاريخ أن قتل الفدائيون اللي هم كانوا نوح حافظ السلامة ضد المسيحيين. وشنو ده بيعلق على هذا الحدث بكلام ليس له نصيب نصح. أقول قبل هذا التاريخ كان عندنا شاب اسمه محمد العربي بعد إلغاء معاهدة 36 وبدأ العدوان والصراع بيننا وبين الإنجليز. محمد العربي ضرب بمسدس معاه بعض الإنجليز على محطة بنزين كانت قائمة مكان مسجد الخلفاء الراشدين. موت بعض الإنجليز، العملية تأخرت. جرينا تحت ضغط المكثف للقوات البريطانية حينذاك. طلعوا برشاشات يضربوا المدنيين الآمنين. الله تبارك وتعالى سخر لنا 2 من ضباط الشرطة، اليوسباشي محمد البركيني واليوسباشي محمد الفياوي. خرج كل منهم ومعه حوالي من 15 و 20 جندي من برج النظام المسمى الآن الأمريكي. بدأت المعركة حامية بيننا وبين القوات البريطانية. بالتالي أنا ما كانش معايا سلاح، ما كدبش، ولكن أنا محمد البركيني أعرفه كويس، وده كان شيخ طريقة الخليلية ضابط، ولكن كان رجل صوفي من الطريقة الخليلية ومحمد البركيني. فأنا رحت أنضمني إليهم، وبالتالي الذخيرة اللي معاهم أو شكل تنتهي. قالوا لي هنعمل إيه؟ احتراز مش هنقدر نستمر في المقاومة. قلت له أنا أروح أجيب لكم ذخيرة في الحلويات. كان عندنا رجل بتاع خطة اسمه محمد الحاج محمد، والتاني اسمه الحاج محمود السني. فأنا سألتهم عن الذخيرة، فقالوا الذخيرة اللي عندنا نفذت. الله، وجدت عربية الشرطة فيها ذخيرة. يا ابني عاوزين ناخد الذخيرة نوديها لإخوانك هناك. أنا والله أنا جاي الذخيرة جاية من المحافظة، ولكن مش قادر أوصلها. قلت له أنا أوصلها عليك. شلتها على كتافي ورحت وديتها للتنين اللي فيهم الضباط والعسكر بتوع الأمن. الله تبارك وتعالى فضل في هذه اللحظات أن نكبت كذلك الإنجليز خسائر فضح.
أما
الى الكنيسه. طب انا اعمل ايه يا ست المامور؟ قال خد عربيك الرسميه هي بتاعت السكر وانت روح هناك والحقهم وانا احقق في هذا الموضوع. انا خدت بالي وركبت عربيه المامور وانا في طريقي الى هناك. قابلتني بعض الضباط وانا اعرفهم واكثرهم كانوا مسيحيين. ¡Vamos!
الهدام غير المخصوص. رأيت انها حرمت الاسماسية. والاثنين الزباط اللي معاه مسيحيين. معهمش مسلمين من مكة. غير الحاج عبد المنصور والحاج محمد. الاثنين دول كانوا كوزباط. ما يسمى الان بامان الشرطة. دول عشان يلهوا المساجد كمسلمين في هذا الجهاد. اذا الجهاد كله كان مسيحيين. اذا انا بعضهم من شنونة وبعضهم من امن الدولة. الاثنين معا الملف بتاع نتيجة لامه موجود في التقرير بتاع حجم دار السويس محمود كفاك. في كل نهار من احداث في هذا اليوم اللي هم بيسموه عندهم الان اليوم الاسود. وانا بقول لشنوده اتحدى ان تاتي بصوره رؤوس الظهر بها اي اثر للدوام في هذا الوقت حديثا. اي انني والله ما تحركت الا خشيه الكلام اللي قاله وبأفصح فيه نهي تناقض الواد الثاني اللي معاه الصبر عشان يتجهوا الى الانجليز عشان يطلبوا الحمايه من الانجليز. وبالتالي هنجد الانجليز ووجدوا فرصه عشان يدخلوا السويس بناء على هذه الاستغاثات. عشان كده ما وقف وما اتحرك دعموا لله بالسهل المامور ولكن خشية تلاهم الانجليز. ولكن الانجليز كانوا معتمدين على مثل هذا القول. بعد ان اخلينا جميع المعسكرات البريطانية من جميع العمالة التي كانت لديهم. اذا من لم يبقى الا بعض الجواسيس اللي منهم جعلتان يضرب الجحيم. ومع هذا حاول الانجليز انهم يعملوا عملية تانية فيها عشان يحتلوا السويس ويحتلوا الاسماعيلية في وقت واحد. كان في الاسماعيلية الاستاذ مصطفى رفعت طلع يتخطى الانجليز وهو ضابط شرطة مع قوات الامن المركزي للبوليكروزون سابقا. واستطاع في الاسماعيلية ان يوقف الانجليز والشرطة بتحتفل بهذا اليوم كعيد انتظار الشرطة لان دي شرطة ومعهم بنادق البندقية اللي معاهم اللي بتشيل طرقة طرقة. ومع هذا قام الانجليز في الوقت الذي امكن الله تعالى ومع الشرطة ان احنا نقضي على الزحف البريطاني كما تم في الاسماعيلية تم في السويس بفضل الله تعالى. فالنهارده بيقولوا الكلام ده هو وبيقولوا شنوده كان الله 60 سنة يا شنوده اللي فكرت بيه النهارده. وبرضه بيقول على فتنة بتاعة الدولة الحمراء. وبيقول عني برضه إن أنا قمت بما قمت به في الدولة الحمراء. وطبعا حتى مني على وقتكم الآن هأجل موضوع الزاوية الخضراء. ولكن أقول وبكل صراحة وبكل فخر مصر بلد كلها خير. مصر عند الشباب بتعبى كلها نسيج واحد.
بيكونوا كلهم بيدوروا على مصلحة واحدة، ألا هي مصلحة مصر ومستقبل مصر وأمن مصر. وأقول لشنودة إن أبغض يا شنودة، والله والله ما كنت أود أن أقول مثل هذا التاريخ، إنما أقول الآن حالتين، الأولى لأن شنودة فضل هذا الكلام وسوف يأتي له بالنص اللي كتبه شنودة منذ 52 سنة، هيكون سهرة أخرى أجيبه كاملا. وأقول المرة الثانية، إذا كان شنودة يقول الكلام ده أبو 60 سنة وأغلب الناس الآن من الرئيس اللي جرى، لا أنا بقول إبرارا للذمة، وأقول مرات شعب مصر وفي المسلم لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يكون بلده لا بالنقاء ولا بالشدة. مصر بلدنا، نحميها بسرورنا، ونقول مرات الشهر وبإذن الله سوف أتحدث معكم عن موضوع الدم الحرام حتى أضيع وقتكم، وإن شاء الله بإذن الله ربنا ناصرنا ربنا يدينا بلد إن شاء الله. ومعي الآن مذكرة كده عشان أتهاكم لها مكتوبة معروفة.